لا أحد يستطيع أن ينكر الدور المحوري والاستراتيجي الذي تقوم به مصر في احتضان الدول العربية الشقيقة ودول القارة الإفريقية. فيعمل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي على دفع جهود التنمية في القارة السمراء إلى جانب سعيه في إيجاد حلول وتحركات عملية على أرض الواقع للقضايا والأزمات العربية. ففي أديس أبابا وخلال القمة الإفريقية أكد السيسي ضرورة التنمية في إفريقيا، داعيا إلى الوحدة الإفريقية للعمل على التنمية واستغلال قدرات القارة وشبابها لطي صفحة النزاعات وتفعيل أنشطة مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية. وأؤكد أن مصر ستعمل جاهدة على مواصلة الطريق الذي بدأناه سويا للإصلاح المؤسسي والهيكلي والمالي للاتحاد، واستكمال ما تحقق من إنجازات ترسيخا لملكية الدول الأعضاء لمنظمتهم القارية، وسعيا نحو تطوير أدوات وقدرات الاتحاد ومفوضياته. الرسالة نفسها أكدها الرئيس السيسي في كلمته بالقمة العربية الأوروبية التي انعقدت في شرم الشيخ، كما شهدت دعم مصر للدول العربية في حربها ضد الإرهاب وموقف مصر من الأزمات والقضايا في المنطقة استكمالا لدورها نحو الأشقاء العرب والأفارقة. إننا اليوم في أمس الحاجة لتأكيد وحدتنا وتعاوننا أمام هذا الخطر، والوقوف صفا واحدا ضد هذا الوباء الذي لا يمكن تبريره تحت أي مسمى. فالإرهاب مختلف كل الاختلاف عن المعارضة السياسية السلمية التي نقبلها جميعا كظاهرة صحية ومقوم أساسي لأي حياة سياسية سليمة. ولقد طرحت مصر رؤية شاملة للقضاء على خطر الإرهاب وآثاره السلبية على التمتع بحقوق الإنسان. الرؤية المصرية الشابة والطموحة للنهوض بالقارة السمراء واحتواء الدول العربية وقضاياها وأزماتها كانت هي الدافعة للقاهرة لتعلن عقد ملتقى الشباب العربي والإفريقي بمدينة أسوان لتكون منصة جديدة يجتمع من خلالها القادة والمفكرون مع شباب العرب وإفريقيا لمد جسور التعاون وفتح آفاق جديدة نحو المستقبل.